قرية وقع في غرامها الخديوي عباس حلمي وحبها الرئيس السابق أنور السادات، ووصلت العالمية بسبب البطاطس بتنتج 20 طن وإيجار الفدان بيوصل ل50,000 جنيه. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن القرية دي خليك معانا في الفيديو ده. قرية نكلة اللي في محافظة البحيرة بتعتبر من أكبر قرى المحافظة. تأسيسها بيرجع للعصر الروماني واليوناني. بسبب تسمية القرية باسم نكلة بيرجع لخواجة يوناني اسمه نيكولاي. القرية دي زمان كانت مشهورة بزراعة العنب، وفي الثمانينات أهلها بدأوا في زراعة البطاطس في 3 عروات، عروة في الصيف وواحدة في الشتاء، العروة النيلية. بس أشهر عروة فيهم هي العروة الشتوية، علشان إنتاجها بيكون كبير، بيوصل لحوالي 20 طن للفدان الواحد. وعايز أقول لكم إن إيجار الفدان الواحد حوالي 50,000 جنيه. القرية بتبدأ زراعة المحصول في شهر 12 من كل سنة، وبعدين بيحصدوها في شهر 4، وتكلفة الفدان الواحد بيوصل ل150,000 جنيه ما بين تقاوي وتجهيز وتكاليف زراعة وحصاد المحصول. وبعد الحصاد بيخزنوا البطاطس وبيحطوها تحت القش من شهر ل4 شهور تحت أشعة الشمس على طول. وفي الوقت ده القرية بقى بتكون في موسم الأفراح بتاعها، علشان طبعا بتحصد محصول البطاطس. وحسب موقع أخبار اليوم، أغلب محصول البطاطس في نكلة بيتصدر لدول أوروبية، وده بسبب جودته وخبرة أهل البلد في زراعة البطاطس. والعمال هناك بيبتدوا شغلهم من بعد صلاة الفجر لحد فترة الظهر، وبياخدوا في اليوم حوالي 350 جنيه. كمان أهالي نكلة فهموا دماغ السوق كويس، وعرفوا إيه البطاطس اللي أوروبا بتدور عليها في كل حتة، واختاروا يزرعوا الأصناف دي. علشان كده تلاقي أوروبا واقفة عليهم طوابير كل سنة، والمحصول بيتباع في أسرع وقت. والخديوي عباس حلمي هو اللي اختار للقرية اسم نكلة العنب، علشان يفرق بينها وبين قرية نكلة الجيزة. وقتها الخديوي عباس وقع في غرام القرية وعمل لها مركز يحكم منه مصر، وكانت بتطلع القرارات منها لمدة 6 شهور. غير ان القرية كانت مركز حكم مصر، فهي ليها تاريخ كبير من السياسة. يعني الرئيس الراحل محمد أنور السادات هرب من البوليس السياسي وقعد فيها فترة قبل ما يرجع لمنصبه تاني في القوات المسلحة. وعلشان القرية دي قوته وهو مطارد، زارها تاني السادات في مايو 1979، وقال منها خطاب للشعب. وعدد سكان القرية دي حوالي 170,000 نسمة، ومساحتها 20 كيلومتر مربع، موجودة على نهر النيل في فرع رشيد. وزي ما حكام مصر وقعوا في حب قرية نكلة العنب، كل الشعب المصري من كبيره لصغيره وقعوا في غرامها بسبب البطاطس. قرية نكلة العنب هي مملكة البطاطس اللي كل الناس بتعشقها، صغيرين وكبار. وفي فترة الثمانينات المزارعين هناك ابتدوا ان هم يزرعوا محصول البطاطس المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، وواحدة واحدة بقت من أشهر قرى الوطن العربي في زراعة البطاطس. والقرية اللي اتحكم منها مصر دي اتولد فيها كتير من المشاهير واللي كان ليهم مناصب قيادية، زي الشيخ محمد الغزالي الداعية الإسلامي، وزي الدكتور محمد شلتوت شيخ الأزهر الشريف، وكمان الفنانة عبلة كامل. ده غير عدد كبير من المسؤولين والمحافظين. بعد ما عرفت تاريخ جمهورية البطاطس اللي حبها الملوك والرؤساء، قلنا بقى زرت قرية نكلة قبل كده؟